نلتقي من جديد أحبتي طلاب وطالبات الصف العاشر في هذا الشرح الجديد لمادة اللغة الإنجليزية معي أنا الأستاذ عمر ملكاوي. الآن في هذا الفيديو إحنا راح نشرح القواعد الموجودة في أول وحدة بالفصل الدراسي الثاني اللي هي الوحدة الخامسة. هذه القواعد هي بتتحدث عن الجمل الشرطية من النوع الثاني، فهو موضوع الحديث في هذا الفيديو. خلونا نبلش مباشرة. الآن الـ if close type to جمل الشرطية من النوع الثاني. الآن أول شيء أنا لإيش بستخدمها؟ أنا بستخدم الجمل الشرطية من النوع الثاني عشان أتحدث عن أمور بتوقعها وبفترضها لكن من الصعب حدوثها، وإن كان ممكنا بشرط معين لكن حدوثها شوي صعب. فإذا أنا بتحدث عن أمور بفترض أنها راح تصير أو بتوقع أنها راح تصير لكن يعني حدوثها شوي صعب ومشروط بأمور كثيرة. نأخذ مثال مثلا if I had، لاحظوا if بعدين فاعل بعدين had a lot of money I would buy a big house، يعني لو كان معي مصاري كثير لكنت اشتريت بيتا كبيرا. لو كان معي فيعني شيء صعب حدوثه، لو انه كان معي في الماضي مصاري لاشتريت بيتا كبيرا. To I would say hello، يعني من الممكن أني كنت رح أحكي مرحبا لو أني قابلت البرايم مينستر رئيس الوزراء. فيعني الحدث هون حدث يعني صعب حدوثه، مشروط بشيء معين لكن هذا الشرط حدث في الماضي، وهذا الأمر اللي إحنا نفترض حدوثه أو نتوقع حدوثه هو إشي صار في الماضي. طيب الآن القاعدة للجمل الشرطية النوع الثاني، ركزوا كويس بهذه القاعدة. القاعدة تتكون من if بعدين فاعل بعدين هون لازم شو أستخدم؟ لازم أستخدم فعل ماضي بسيط. طب إيش هو الفعل الماضي البسيط بشكل عام؟ الفعل الماضي البسيط عشان أعمله هو حسب الفعل نفسه، فممكن الفعل يكون منتظم، هاي الحالة بضيف له ED هون، بضيف للفعل ED إذا كان منتظم. طب إذا كان غير منتظم، إذا مش منتظم هون أنت لازم ترجع على قائمة الأفعال غير المنتظمة. هذه القائمة ممكن تلاقيها في نهاية كتاب التمارين عندك في الكتاب، أو ممكن تبحث عنها، موجودة في كل مكان، إذا بحثت في جوجل موجودة. فبدك تطلع على هذه الأفعال غير منتظمة، ومن خلال التمرين أكثر وأكثر أنت بتحفظ هذه الأفعال. فإذا هون بدك تحط فعل ماضي بسيط تشتقه أو تصيغه أو تشكله أو تكتبه بالطريقة اللي حكيت لكم إياها قبل شوي، إنه حسب الفعل منتظم أو غير منتظم. لأن القسم الثاني لاحظوا هون في عندنا فاصلة، القسم الثاني بيجي عندي فاعل بعدين بيجي عندي would وفعل مجرد، فهون لازم أستخدم أنا would. تمام؟ طبعا اللي أكيد كلياتكم يعني شفتوا قاعدة الـ if close type 1 اللي موجودة بالصف التاسع، أخذتوها السنة الماضية بالصف التاسع تايب 1. لأن بالتايب 1 كنا هون نستخدم مضارع، وهون كنا نستخدم ويل زائد فعل مجرد. هون إحنا بنحكي عن تايب 2 النوع الثاني، في النوع الثاني بدي أستخدم هون ماضي، وهون بدي أستخدم would زائد فعل مجرد، فلا تتلخبطوا بين القاعدتين. الآن ممكن إحنا القسم هذا الثاني اللي هو ما بعد الفاصلة ممكن نأخذه كلياته ونحطه في البداية، والقسم اللي فيه if نحطه بعدين، عادي ما رح يتغير معنى الجملة ولا رح يأثر على شيء. فقط الاختلاف اللي بينهم انه اذا بلشنا جملتنا ب if لازم احط فاصلة بين القسمين، تمام؟ لكن اذا بلشت بالقسم الثاني وحطيت if بالنص ما في داعي للفاصلة فما بنكتبها. طيب ناخذ مثال سريع، if احمد studied، لاحظوا if بعدين فاعل هون اللي هو احمد بعدين هون studied هون فعل ماضي، تمام؟ فعل ماضي بسيط، لاحظوا نهايته ED، ليش؟ لأنه فعل منتظم. القسم الثاني استخدمنا would وفعل مجرد. الآن ممكن أعكس القسمين بدون أي مشاكل، بلشنا بأحمد would pass the exam if he studied hard، فإحنا هون يعني عكسنا القسم اللي فيه if حطيناه بالثاني وما تغير شيء على الجملة. طيب الآن ننتقل على مثال ثاني، هون if سلمى مثلا so her friends
لاحظوا اف وبعدين الفاعل اللي هو سلمى تمام، وبعدين الفعل اللي هو سو تمام، الفعل اللي هو سو. فلاحظوا اف بعدين سلمى بعدين سو، هون الفعل الماضي. طبعا هون سو هذا فعل ماضي غير منتظم، اصله ايش؟ اصله سي، فلانه غير منتظم شو عملنا؟ عملنا سو. بدي انتبه لهي الشغله. القسم الثاني would go، استخدمنا فيه would زائد فعل مجرد. لاحظوا هون نقدر نعكس نجيب القسم هذا كلياته. لاحظ هذا القسم بلش بذي، ذي مين اللي هم؟ اللي هم سلمى وهي ريفرنس، بلشنا فيهم سلمى and her friends، بعدين would go out together، بعدين أخذنا شق F حطناه بالآخر، ويعني زي ما حكيت لكم ما بتغير أي شيء ولا بتأثر المعنى. طيب بعض الملاحظات اللي بتفيدكم بتهمكم، أول شيء الفعل المجرد. الفعل المجرد هو الفعل الخالي من أي زيادة أو إضافة، يعني بحالته الأساسية كما ولدته أمه، بدون أي زيادات، بدون S و ES و ING و ED إلى آخره، كل هاي زيادات الفعل المجرد بدون زيادات. الآن الملاحظة الثانية أنه ممكن نختصر would بهذا الشكل، would بتصير بهذا الشكل، ممكن أختصرها. فبدل ما أكتب I would ممكن أكتب I'd. I'd. I'd هاي اختصار ل I would. أوكي؟ فممكن أختصرها بهذا الشكل. طيب نأخذ مثال آخر. I would، لاحظوا I'd اختصرناها، I would see a lot of snow and ice if، هون جملة if أو الشق اللي فيه if، if وبعدين فاعل بعدين فعل ماضي بسيط اللي هو went، هو الماضي من إيش؟ من go، لأن go فعل، هذا الفعل المجرد هو فعل غير منتظم، الماضي منه went. لازم أنتبه للأفعال الغير منتظمة. مثلا مثال آخر they would buy، هون استخدمنا would زائد فعل مجرد، a house if they decided، لاحظوا هون هذا الفعل الماضي اللي هو decided هو الماضي من إيش؟ الماضي من decide تمام؟ decide هو فعل منتظم ضفنا له دي ومشت الأمور. أمثلة أخرى مثلا if I هنا so، so اللي هي الماضي من see، فعل غير منتظم عملنا so في الماضي، a polar bear I'd take تمام؟ I would take a lot of photographs. فبدي أنتبه أنه لا، يعني هاي الأشياء اللي بالأحمر هي اللي أنا بنسأل عنها في الامتحان، هو هذا هو المطلوب يعني بالامتحان لما نجيب لك على هذه القاعدة، إنه يا إما تحط الفعل هون في الماضي البسيط بعد إف، يا إما في القسم الثاني تحط would زائد فعل مجرد. بس هذول الاحتمالين الموجودات معك. نمبر 2 if you visited، لاحظوا هذا فعل ماضي بسيط طبعا من الفعل visit وهو فعل منتظم، فبضيف له ايدي مباشرة. If you visit the North Pole you wouldn't see، لاحظوا would عملناها منفية wouldn't، يعني اذا كان مطلوب انه ننفي would فقط انا بحط بعديها كلمة not بتصير wouldn't. Number 3 I'd experience، يعني I would experience، would زائد فعل مجرد، severe snowstorms، من هون بلشت if، if I traveled طبعا هذا من الفعل travel تمام وهو فعل منتظم ضفنا ed بدون اي مشاكل. for if I هون بلشنا ب if، if I won طبعا هون هي الماضي من when تمام، الماضي من when، فعل غير منتظم تصريف الثاني منه won، a lot of money I'd build، I would build تمام، فعملناها بهذا الشكل. فزي ما حكيت لكم احنا لازم نمشي على القاعدة زي ما هي، القاعدة اللي شرحناها قبل شوي، if فاعل ماضي بسيط، القسم الثاني فاعل would زائد فعل مجرد. فالشغلتين المهم نعملهم في الجمل الشرطية من النوع الثاني انه نستخدم ماضي بسيط ونستخدم would زائد فعل مجرد بس. طيب نأخذ تمرين سريع، لأن في هذا التمرين بطلب منا انه ايش؟ انه correct the verbs تمام؟ نصحح الأفعال اللي موجودة بهذا الشكل هو بيجي السؤال. طبعا هون يعني الفراغين موجودات يعني عشان يعني نتعلم ونتمرن على القاعدة، ولكن هو بالامتحان بيكون عندك فراغ واحد، الفراغ الثاني بيكون مملوء تمام، يعني بيكون مكتمل الفراغ الثاني عشان تعرف، عشان تحدد انه هاي if closed type 2،
يعني إذا شفت موجود would والفعل المجرد معناته بدي ماضي بسيط. إذا شفت الماضي البسيط موجود معناته بدي would زائد فعل مجرد بس. أوكي؟ طيب نشوف number one. You فراغ far for far more out of it if you فراغ itself. أنا وين بروح؟ بروح على if. قبل if إشي وبعد if إشي. لأن بعد if لازم أستخدم ماضي بسيط. تمام؟ بيقول لي هون استخدم الفعل run. الماضي البسيط منه اللي هو ran. تمام؟ ran. الماضي البسيط منه ran لأنه فعل غير منتظم. طيب لأن ما قبل if شو بدي أستخدم؟ بدي أستخدم would وأستخدم معها فعل مجرد من make بدي ظل مجرد كما هو. تمام. two. if Stella فراغ she him for blessing for resistance إلى آخره. هو بدي أستخدم الفعل know والفعل give. لأن هاي if تمام بعد هون لازم أستخدم verb to. فهذا الفعل بدي أستخدمه verb to. هذا الفعل غير منتظم. إيش الverb to منه؟ بدل e بدل o e no. طيب القسم الثاني شو بدي أستخدم؟ بدي أستخدم would. تمام would والفعل المجرد give بدي أخليها زي ما هي. تمام أوكي. لأن 3 if هاي if موجودة هون بدي أستخدم verb to اللي هو ماضي بسيط من refuse. refuse فعل منتظم. شو بدي أصير؟ refused. أوكي هون بدي أستخدم إيش؟ would والفعل المجرد من kill بخليها kill كما هي. أوكي مثلا number 3 I thought if you هاي if بعدين you بعدين هون بدي ماضي بسيط. الفعل اللي هو speak شو الماضي منه؟ الماضي منه اللي هو spoke. تمام for us هي فراغ different هون بدي أستخدم شو؟ بدي أستخدم would والفعل المجرد من feel بخليها كما هي. فبهذه الطريقة أنا بحل الأسئلة على الـ type 2 الـ if close type 2. زي ما شفنا أنا بدي أمشي على القاعدة كما هي if زائد فاعل زائد ماضي بسيط والقسم الثاني لازم يكون عندي would زائد فعل مجرد. باقي الأسئلة تقدر تحلهم لحالكم. هنا الإجابات طبعا ورقة العمل هاي أنا نشرتها على صفحتي على الفيسبوك وايضا بعثت لكم اياها على جروب الواتساب وعلى جروب التليجرام. واللي منكم ما حصل عليها بامكانه يبعث لي على الرقم اللي هو هذا الرقم وببعث لكم مباشره رابط المجموعات سواء مجموعه التليجرام او مجموعه الواتساب وببعث لكم هذه الاوراق ان شاء الله. هيك بيكون خلص درس اليوم. هذا الدرس هو كان القواعد اللي موجودة في الوحدة الخامسة أول وحدة في الفصل الدراسي الثاني. بتمنى يكون هذا الشرح مفيد بالنسبة لكم وبتمنى دائما تستفيدوا من كل الشروحات اللي بقدم لكم إياها عبر قناتي على اليوتيوب وصفحتي على الفيسبوك. ألتقي معاكم في شروحات قادمة. الله يعطيكم ألف عافية.